نائب من البرلمان الموريتاني داو صهيب، جئت إلى بلدي بدون رقم الجزائر، هذا البلد الذي يسكن فيه نفس كل مواطن موريتاني. الجزائر بالنسبة لنا تمثل العروبة والإفريقية بمفهومها الصحيح. نفخر اليوم كالشعوب العرب بأننا نرى الجزائر تمتلك قرارها بنفسها. الجزائر اليوم نموذج للعالم العربي والعالم الإفريقي بقدرتها على قرارها، بقدرتها على لم شملها. نهنئ الجزائر بثوبها الجديد اليوم مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. نذكر أن العلاقات الموريتانية الجزائرية علاقات مزدهرة جدا، شهدت أوجه ازدهارها بقيادة الرئيسين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني وفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. جئنا إلى لهذا المؤتمر، أنا جئت العام الماضي على رأس وفد برلماني موريتاني، والتقينا بأعضاء مجلس الشعب وبأعضاء أيضا مجلس الشيوخ الذي يرأسه المجاهد الكبير، ونحييه من هذا المكان. الجزائر بالنسبة لنا نموذج، نحن كمواطنين عرب نفخر اليوم ونتمنى أن تكون القمة العربية قمة ناجحة، لأنها ستقام على أرض طاهرة، أرض عرفت بدم الشهداء، سال دم الشهداء فياضا على هذه الأرض، هذه الأرض التي أخذت استقلالها بسواعد أبنائها، أخذته بدمائهم. كلنا دائما حينما يعزف النشيد الجزائري قسما بالنازلات كاننا يعزف لنا نشيدنا الوطني. طالما غنينا للجزائر، طالما شجعناها مع منتخبها الوطني، طالما شجعناها بمواقفها، اليوم القمة العربية ستكون إن شاء الله قمة نموذجية، لأنها ستقام على أرض دولة عربية إفريقية، دولة شقيقة ومسلمة، دولة بمثابة الجزائر. شكرا للإعلام الجزائري الرائد، شكرا للقنوات التلفزيونية الجزائرية وللمواقع الجزائرية وللإعلاميين الجزائريين الذين نحن نفخر أيضا بكم، ونتمنى من الله العلي القدير أن تبقى الجزائر دائما في رقي وازدهار وأمن وأمان، وأن تكون كعبة لكل العرب ولكل الأفارقة. شكرا. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.